بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إذا آمن بكم في هذه المحاضرة الحية رقم 1 من مقرر إدارة الجودة الشاملة الفصل الثاني من العام الدراسي 1439-1440. بالطبع هذه المحاضرة الأولى ستكون يعني فيها تقديم للمنهج، ويعني بالطبع المصدر الأساسي المعتمد من العمادة هو المحاضرات المرئية المصورة. و كما ترون بدأنا هذه، بطبع ليس هناك ملخصات معتمدة، العمادة تؤكد على ذلك، والمعتمد هو المحتوى المحاضرات المرئية المصورة. وفي بطبع هذه المحاضرة سنقدم لكم يعني ربما أهم الفصول الموجودة في هذا المقرر، ولكن ربما قبل ذلك تلاحظون ربما بدأنا يعني بعض الآيات التي فيها بعض النصائح بصفة عامة، مسائل النشاط والحيوية إن شاء الله، مسائل التفاؤل وإن شاء الله الخير للجميع. يعني بدأنا أيضا مسائل البركة، بدأنا بآيات من سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يعني هذه آية فيها دروس يعني بصفة عامة للطلاب لكل المسلمين، وأيضا مرتبطة عنا في هذا المنهج المرجعية الإسلامية للجودة. فنلاحظ مثلا في هذه الآيات: يا الذين آمنوا اتقوا الله، يعني فما أوصيكم في بداية هذه المحاضرة أوصي نفسي بتقوى الله، وقولوا قولا سديدا. يعني هذه المحاضرة يعني أقوال الإجابة في الاختبار، أقوال مكتوبة، فلو الله سبحانه وتعالى سدد أقوالنا ماذا يحدث؟ يحدث شيء يعني كبير جدا، يصلح لكم أعمالكم شيء عظيم، ويغفر لكم ذنوبكم، ويعني من يطع الله ورسوله ماذا فقط فاز فوزا عظيما. يعني ليس فقط فوزا عظيما A بلس في مقرر إدارة الجودة الشاملة أو يتخرج بمرتبة عليا، هي أكثر من هذا، يعني الفوز بالجنة والنجاة من النار. فمن هنا يعني نفهم من يريد النجاح يعني يدعو الله سبحانه وتعالى بالسداد. ونحن إن شاء الله يعني سنوضح كيف أنه السداد من العناصر الأساسية في المرجعية الإسلامية للجودة.
فإذا أدعو الله في بداية هذه المحاضرة بالسداد في الأحوال للجميع وبالتالي الفوز والنجاح والتميز للجميع. بالطبع بالنسبة لهذا المنهج أن هناك مجموعة من الفصول، فبالطبع يعني في إطار التخفيف، في إطار التخفيف لميكم علي أحمري حدث على التسهيل، في إطار التخفيف يعني المحتوى المحاضرات 29 و30 غير مطلوب، فإذا إن شاء الله المطلوب يعني إلى المحاضرة رقم 28. هذا يعني لي ربما طمأنة الطلاب ويعني تشجيعهم على المزيد من البذل. فيعني في الخطة يعني هناك بالطبع 11 فصل، ولكن مثلا بالنسبة لنماذج الجودة وجوائز الجودة هذه موجودة في المحاضرة رقم 30، فبالتالي يعني غير مطلوب ما هو المحتوى. وطبعا التفريغ والمرخصات كل هذه من أعمال الطلبة، وبكل صراحة يعني يحدث فيها أخطاء، فنوهنا في المنتدى لكن يعني أنه لابد من الانتباه، فأي خطأ في يعني في ملخص أو تفريغ يعني يتحمله الطالب. فليس هناك ملخص معتمد، هناك المحاضرات المرئية المصورة، هذه العمادة اعتمدت فقط المحاضرات المرئية المصورة. فإذا يعني الفصل الأول سيكون ما هي إدارة الجودة الشاملة، سنتعرف يعني عن الجودة وإدارة الجودة ورواد الجودة و يعني خاصة من الأشياء الأساسية الطالب لابد يميز بين الجودة وإدارة الجودة، فنرجع إلى هذا الموضوع. ثم الفصل الثاني هناك المرجعية الإسلامية للجودة، تحدثنا منذ قليل على بعض يعني في على السداد وهناك الإخلاص والإتقان إلى آخره. ثم هناك الفصل الثالث اللي هو إدارة الجودة الشاملة وثقافة الجودة، سنتعمل فيه يعني لما ندخل إلى الشركات. لم نقول هذه الشركات يعني ليس فيها جودة، ولكن يعني نقول ربما تريد تطبق نظام جودة، كيف نستطيع نغير حتى نمكن تلك الشركات من تطبيق ذلك النظام. نعم بالطبع في كل محاضرة بالطبع من لا تريد تسأل مفتوح المجال، يعني من يريد يسأل تفضل يعني يكتب سؤال وأنا أجيب. بالطبع في سنحاول أننا يعني خلال كل محاضرة نعم في كل محاضرة مثلا يعني نقدم أهم الأفكار بخصوص المحاضرات المرئية المصورة، يعني في كل محاضرة تقريبا بمعدل محاضرتين ثلاث محاضرات. بالطبع المحاضرة الحية هي لكي نجيب على تساؤلاتكم، يعني الطالب مفترض أنه يدخل إلى المحاضرات المصورة يعني يحاول أنه يستوعب المحتوى، فإذا كان هناك إشكاليات في المحاضرات الحية إذا نجيب على التساؤلات. يعني المحاضرات الحية لا نعيد المحاضرات المصورة، لكن فقط يعني كبداية مثلا نعطي الأفكار الأساسية، ثم يكون على كل محاضرة مرئية كوز اللي هو يعني اختبار سريع يظهر على الشاشة، ثم بعد ذلك أربع أسئلة بالمحادثة، يعني أنا ألقي أسئلة والطلاب يجيبوا بالمحادثة. نعم بالطبع الأسئلة التي نعطيها في المحاضرة الحية يعني في المنتدى هناك رابط، زملائكم في السابق كتبوا تلك الأسئلة التي نطرحها في المحاضرات الحية بالحلول، فبالطبع لفائدة الطالب
الطالب يعني يحاول أنه خلال المحاضرة هي لا ينظر إلى تلك الحلول، يحاول أنه يعني يجد الحل، يعني مطرح السؤال هو ينظر إلى محتوى المحاضرة ويحاول أنه يجيب حتى يستفيد. بالطبع يعني أسماء العلماء مطلوبة وسنحاول أن نتدرب عليها، يعني سنحاول أننا مثلا نناقش ويعني نشرح ونجيب عن تساؤلاتكم بخصوص المحاضرات المرئية، نحاول أنه إلى يوم يعني إذا المحاضرة رقم 11 نحاول أن نناقش المحاضرة، ثم في المحاضرة رقم 12 نحاول أننا يعني نتدرب عليه. بإذن الله الأمور سهلة و يعني وضح لكم كيف أنه يعني نستطيع أن نستوعب تلك الأسماء. بالطبع بالنسبة للمصطلحات بالإنجليزية ليس هناك أسئلة بالإنجليزي، لكن نعم نحاول أنه المحاضرة رقم 12 الأخيرة نراجع. بالطبع احنا في المراجعة يعني لن نعيد المناهج كامل، لكن يعني في مثلا بعض الأشياء يعني منذ سنوات نلاحظ أن الطلاب يجدوا فيها إشكاليات، مثل مثلا أسماء العلماء، مثل هناك بعض الجداول، فإضافة إلى ما سيتم طرحه في المحاضرات الحية نحاول في يعني في المراجعة نراجع تلك الأسماء حتى تكون في متناول الجميع. فبالنسبة للإنجليزي ليس هناك يعني أسئلة بالإنجليزية، ف يعني ربما في السؤال مثلا بعض الرموز بالإنجليزية مثل مثلا الايجو تجدها، ولكن هي الاختصارات لبعض مثلا الأنظمة أو زي مثلا الـ HR Human Resources، يعني احنا بنعرفها معناها وتطرح في المحاضرات، ولكن يعني ليس هناك أسئلة بالإنجليزية. طبعا مثل ما قلنا بالنسبة للتحديد، بالنسبة للتخفيف، يعني مثل ما قلت يعني انه لتشجيعكم تم حفظ المحاضرة رقم 29 و30 وهي مع محاضرات دسمة، فبالتالي هذا يعني أقصى شيء يمكن أن نقوم به. يعني حاولوا أنكم الأشياء الأخرى تجتهدوا فيها، وبالطبع لكل مجتهد نصيب، وفي هناك منتديات سابقة أو تدخل منتديات سابقة وسترون زملائكم في السابق أن يعني الأمور ستكون في متناول الجميع، وسنبسط لكم المنهج وإن شاء الله يعني تستفيدون، وفي نفس الوقت يعني الأسئلة في الاختبار سترون أنها سهلة وفي متناول الجميع، وسنتدرب عليها تلك طريقة الأسئلة. يعني في كل محاضرة هناك 5 أسئلة وسترون أنها أسئلة مباشرة وسهلة، وإذا كان هناك أي سؤال مثلا تجدون أن فيه صعوبة خبروني، يعني بإذن الله يعني ستكون كلها يعني أسئلة مباشرة ولا يعني تحتمل حتى التأويل. يعني ويمكن أنكم يعني تسألوا زملائكم في السابق وسترون أن الجميع راح يؤكد لكم ذلك، فاجتهدوا ويعني حاولوا أنكم يعني كما يقال لكل مجتهد نصيب، وبإذن الله الأمور يعني سليمة. فإذا قلنا يعني سيكون هناك أيضا سيكون هناك الفصل الرابع تنظيم إدارة الجودة الشاملة، يعني في الفصل الرابع تنظيم إدارة الجودة الشاملة، هذا يعني سنتعلم فيه كيف يكون مثلا تنظيم الجودة في الشركات. بس عشان وقت ضيق مرة عشان غير التسديد. نعم درسين يعني محاضرتين
المرئيتين المصورتين 29 و30 غير مطلوبة. سرع الزهران يعني ما فهمت الجملة، ماذا تقصدين؟ عشان الوقت ضيق مرة، عشان تغيير تسديد غير واضح الجملة. فمثلا بالنسبة لتطوير تنظيم إدارة الجودة الشاملة، هذا يمكننا من الإجابة على يعني سؤال دائما ما فتح التسجيل لوقت متأخر، ما في مشكلة، يعني ما راح يأثر على سير المحاضرات ولا يعني على ما هو مطلوب إن شاء الله. نعم، قلنا إذا الفصل الرابع تنظيم إدارة الجودة الشاملة، هذا الفصل نتعلم فيه شيء مهم يعني خاصة لمن يعني يقوم بمهمات استشارية في تطبيق الجودة في الشركات. دائما لما يدخل إلى شركات يسألونكم كيف سنطبق الجودة، هل ننشئ إدارة أم قسم أم نكلف شخص أم نتعاقد مع شركة استشارية. فهذا الفصل يوضح لنا متى يعني في شركة نعم ليس هناك أي إشكال، يعني في كل أسبوع سيكون هناك محاضرتين، اليوم محاضرة، غدا أيضا سيكون هناك محاضرة ثانية، فبإذن الله بعد 6 أسابيع يعني خلص المحاضرات وسيكون هناك وقت لكم للمراجعة. لا ليس في نفس التوقيت، يعني غدا في التوقيت مختلف، يعني ليس الساعة التاسعة وإنما الساعة 9:45 غدا، غدا المحاضرة الساعة 9:45. نعم، فبإذن الله يعني النسق سيكون طيب وإن شاء الله سيكون حتى لنا حصة للمراجعة، فالأمور سليمة. فقط احنا بالعكس يعني احنا اليوم بالضبط يعني منال تقول خايفه من النساء، وهي الحصه هذه للطمأنة وبالعكس التفاؤل ومثل ما قلت لكم يا منال في الجميع منذ قليل، ارجعوا المنتديات السابقه اسالوا زملائكم وسترون ان يعني الامور بسيطه. و نعم المحاضرات حسب يوم الثلاثاء والأربعاء حسب ما هو يعني أرسل لكم، ويوم الثلاثاء الساعة 9 ويوم الأربعاء الساعة 9:45. اليوم يعني سترون أن يعني لطمأنة الطلاب، وأنا سترون مثلا الآن أعطيتكم فكرة على بعض الفصول، الفكرة العامة سترون أنها واضحة، يعني مثل ما قلت تنظيم إدارة الجودة الشاملة سنتعلم كيف مثلا في الشركات، إذا أنا شركة كبيرة نعم يعني ننشئ إدارة كبيرة الجودة، أنا شركة متوسطة قسم، شركة صغيرة ربما نكلف شخص، في بعض الأحيان يعني الشركات تتعاقد مع شركات استشارية نحتاج أيضا إلى فرق عمل، سنرى هذه الفرق. هذا هو يعني بصفة عامة الفصل، يعني أشياء بسيطة مثلا فصل إدارة الجودة الشاملة وهندسة الجودة الشاملة. هذه هندسة الجودة الشاملة هي يعني عبارة عن مراحل، نقوم بتشخيص، نعرف مشاكل الجودة، ثم نعطي حلول التي تأخذ مثلا أشكال مثلا خطط استراتيجية، خطط تشغيلية لتخلص مشاكل الجودة. أيضا سنتعلم كيف ننفذ تلك الخطط، أيضا كيف سنراقبها، سنتعلم بعض الأدوات المهمة في الجودة مثلا يعني إدارة الوقت، مثل مثلا أهمية التدريب وتطوير الكفاءات في تطبيق الجودة، الرقابة. فبالعكس يعني أشياء ستستفيدون منها، ويعني اسألوا زملائكم. أنا أذكر أحد زملائكم تخرج، فبعد ما تخرج يعني التقيت أنا في التوصيات وكذا، ف يعني أخبرني أنه لما هو يشتغل في شركة، فلما أخبرهم بما تعلموا في مقرر إدارة الجودة الشاملة تم تعيينه مسؤول عن الجودة، فاستفاد، يعني كان فرحة، عبر لي عن يعني سروره بما تعلموا في هذا المقرر. فإن شاء الله نعم
فهذا المقرر يمكن الاستفادة منه ليس فقط للاختبار والحصول يعني على الشهادة والتخرج، بالعكس يعني هذا يمكن يعني يوفر لك معرفة تكسبك مهارات في مجال الجودة. ونتمنى أن نجد منكم في المستقبل مختصين في الجودة، وخاصة أنه يعني الكثير من الشركات الآن لو تدخلون ويعني تبحثون عن فرص التوظيف، يعني فرص التوظيف الآن يعني يعني باعتبار يعني تخصصي في الجودة، فدائما يعني أدخل ويعني أتابع سوق العمل في مجال الجودة، فسترون كثير من الشركات الآن يعني يطلبون مختصين في الجودة، يعني مطلوبين مختصين في الجودة في شركات صناعية، في منظمات حكومية، مثلا في الجامعات في سواء خاصة أو جامعات حكومية، مراجعين في الجودة، فسوق العمل يطلب بصفة كبيرة جدا جدا يعني هذا الاختصاص. حاولوا أنكم تستفيدوا يعني يمكن معلومة من المعلومات هذه قد يعني تمكنك من النجاح في مقابلة التوظيف، إذا كان يعني يعني الآن لا تجد مختصين في الجودة، يعني لا تجد مثلا بكالوريوس أو قليل يعني في اختصاص الجودة، فتجد هذه الشركات تقبل بعض الأحيان غير مختصين من عندهم مثلا بكالوريوس إدارة أعمال، ولكن يعني في مقابل التوظيف يسألون ماذا تعرف عن الجودة، ما الفرق بين الجودة وإدارة الجودة، فحاولوا استغلوا المعلومات في هذا المقرر، يمكن أنك يعني تصبح مسؤول في الجودة في شركة، يمكن أنك يعني تحصل لك وظيفة في الجودة، أيضا من يريد عن ماجستير في الجودة ودكتوراه في الجودة، أتمنى أن نجد منكم في المستقبل علماء في الجودة. ف يعني إن شاء الله خير على جميع الأصعدة. أيضا القيادة وإدارة الجودة الشاملة، يعني موضوع القيادة رأينا في مبادئ إدارة القيادة وأن ما كثير من الشركات نجحت بسبب القيادة وكثير من الشركات فشلت بسبب القيادة، نفس الشيء كثير من الشركات نجحت في تطبيق إدارة الجودة الشاملة بسبب قيادتها يعني كانت مقتنعة بالجودة وشجعت على تطبيق الجودة ونجحت، وكثير من الشركات لم تنجح في تطبيق الجودة بسبب قيادتها، يا اما يعني قيادات الشركه الاداره العليا يعني الشركه غير مقتنعه، او مثلا ترفع شعارات بدون تكون هناك جديه. فاهم شيء في تطبيق الجوده، يعني ربما من الحصه الاولى نضعها في راسنا، اهم شيء في نجاح تطبيق الجوده هي القياده، يعني الاداره العليا، يعني اذا الاداره العليا تقبل ان يعني تطبق الجوده نستطيع نتقدم. اذا من البدايه ليس هناك رغبه من الاداره العليا في تطبيق الجودة، حتى ولو كان الموظف مختص في الجودة ويريد تطبيق الجودة لن يستطيع عمل شيء، بالعكس يعني قد يعرض نفسه إلى إشكاليات، ويعني ربما قد تصل إلى أنه يفصل من عمله لأنه يتعارض مع توجه الإدارة. فإذا الموضوع القيادة في الجودة هذا نحن الآن يعني نعطي فكرة عامة عن المنهج، فوصلنا إلى الفصل السادس القيادة وإدارة الجودة الشاملة، ثم بعد ذلك هناك فصل السابع الإدارة الاستراتيجية للجودة، هنا يعني فقط تقديم عام للمنهج، نعطيكم أفكار هكذا لكي نوضح لكم أن الأمور سهلة وبسيطة، يعني كل فصل يعني فكرة عامة بسيطة لكي يعني ندخل يعني في عالم الجودة من باب الكبير. يعني الإدارة الاستراتيجية في الجودة مثلا، يعني هناك علم اسمه الإدارة الاستراتيجية مقرر ربما سدرسونه في إدارة الاستراتيجية، يعني كيف نحدد خطط استراتيجية بناء على مثلا تحديد رؤية ورسالة وأهداف، وكيف ننفذ الاستراتيجية ونراقبها. بالطبع احنا سأعطيكم فكرة على عملية الإدارة الاستراتيجية لكي نصل إلى استراتيجية الجودة، ما هي استراتيجية الجودة، أنواع استراتيجية الجودة، كيف ننفذها، هذا الهدف. وأيضا أصبح الآن من المتطلبات الأساسية يعني لكي تحصل شركة على شهادة جودة أنها تكون عندها خطة استراتيجية، خطة استراتيجية فيها الرؤية والرسالة إلى آخره، وخاصة موضوع الرؤية الذي هو أصبح مهم ومتطلب أساسي لحصول شهادة جودة، موضوع كبير وموضوع ساعة، خاصة يعني الرؤية 2030 المملكة العربية السعودية، ويعني هنا وتفعيل الرؤية
يعني أنتم مختصين في موضوع الرؤية، موضوع الرؤية وتفعيلها إلى خطط استراتيجية هذا اختصاص إداري، فمفترض أنكم يعني تتحملون مسؤولية في تعليم الناس كيف يفعلون الرؤية سواء على مستوى الشركة وإلا على مستوى يعني البلد بصفة عامة. وسنتعلم يعني ما هي علاقة مثلا رؤية على مستوى البلد ورؤية على مستوى الشركة، ويعني أهمية اختصاص إدارة الجودة وإدارة الأعمال في خدمة المجتمع من ناحية تفعيل الرؤية. ثم الفصل الثامن إدارة الموارد البشرية في الجودة. إذا لا نستطيع نعمل جودة وليس هناك إتقان، لابد من الإتقان، لابد من المهارات، لابد من التدريب، لابد أن الموظف يكون متحمس متحفز. ولذلك سنرى في هذا الفصل الدافعية والحوافز، وسنرى الاتصالات وأهميتها، وسنتعلم كيف يعني يندمج ويشارك الموظف ويتمكن لكي نطبق إدارة الجودة الشاملة. ثم التاسع أنظمة الجودة. هناك أنظمة متعددة، أشهر الأنظمة هو نظام الأيزو. الأيزو هذه International Standard Organization مشهورة جدا، منظمة الأيزو هي منظمة عالمية تصدر أنظمة الجودة. هناك شركات تطبق تلك الأنظمة لتحصل على تلك الشهادة. هذه شهادة مثلا الأيزو قد تفتح أسواق، يعني هي شهادة تمتلك الشركة لكي تثبت لعملائها، تثبت يعني للأطراف التابعة أنها تطبق الجودة. وهناك أيضا نرى مثلا تطبيق النظام تطبيق الجودة في الجامعات ما يسمى الاعتماد الأكاديمي. بالنسبة للفصل العاشر أدوات ضبط الإحصاء الجودة، هذا يعني معنا جزء منه في محاضرة 28 ثم أكثر جزء في المحاضرة 29. فبالتالي يعني بالنسبة لأدوات الضبط الإحصاء الجودة هناك في الفصل السابع الإدارة الاستراتيجية الجودة هناك يعني فقرة وفقرتين بخصوص استراتيجية الجودة. يعني بالنسبة من استراتيجية الجودة سنرى هناك استراتيجية في ضبط الإحصاء الجودة، فجزء بسيط كافي بخصوص معناها الأسئلة المتعلقة بأدوات ضبط الجودة. وبالطبع بالنسبة لنماذج وجوه الجودة في المحاضرة رقم 30، ومثل ما قلت للتخفيف يعني بالنسبة للمحاضرات 28 و30 غير مطلوب. في المنتدى ستلاحظون في بعض الأحيان أعطيكم بعض المعلومات الإضافية ليس فصل يعني بالنسبة للفصل العاشر هذا الأدوات الضبط الإحصائي هناك جزء مطلوب، هناك جزء مطلوب لكن موجود في الفصل السادس يعني اللي هو الإدارة الاستراتيجية. يعني يمكن مثلا نسأل على مثلا أدوات الضبط الإحصاء الجودة، فهناك معلومات بسيطة موجودة في الفصل السادس كافية. واضح علي؟ واضح نعم. فإذا ستلاحظون في المنتدى أنه بعض الأحيان أعطي معلومات إضافية لتوضيح المنهج. بالطبع بالنسبة للاختبار أي معلومة إضافية غير موجودة في المحاضرات المرئية المصورة غير مطلوبة، يعني فقط ما هو موجود في المحاضرات المرئية المصورة. يعني مثلا من الأشياء التي تسهل على الطالب فهم هذا المقرر يعني أنه يفهم كيف نشأ هذا العلم. وضعت فقرة تحدث فيها كيف أن يعني بعد الحرب العالمية الثانية لما الولايات المتحدة الأمريكية يعني ضربت اليابان بالقنبلة النووية، بعدها يعني انهزمت اليابان وقررت الولايات المتحدة الأمريكية أنها تساهم في إعادة بناء اليابان اقتصاديا وتكنولوجيا وإلى آخره. فأرسلت مجموعة من العلماء الأمريكان بعد الحرب العالمية الثانية لإعادة بناء اليابان. من بين العلماء
الأمريكان الذين ذهبوا إلى اليابان، هناك عالم اسمه إدوارد دومينغ. دومينغ هذا يعتبر أبو الجودة. دومينغ هذا يعتبر أبو الجودة، يعني دومينغ هذا مختص في الأحصاء. وقبل أن يذهب لليابان، بالنسبة للفصل العاشر أدوات الضبط الأحصائي الجودة، هذا يعني هو جزء كبير منه من هو موجود في المحاضرة رقم 29. والمحاضرة رقم 29 يعني غير مطلوبة. في آخر المحاضرة رقم 28 تم التحدث عن يعني هذه الأدوات. فحتى يعني نسهل على الطلاب، في الفصل السابع هذا الإدارة الاستراتيجية الجودة، هناك جزء اسمه يعني فيه استراتيجية الجودة. من بين استراتيجية الجودة هناك استراتيجية الضبط الأحصائي الجودة، ففيها تقديم لأدوات الضبط الأحصائي. فقلت هذا كافي، يكفي ما يعني ما سنقدمه بخصوص أدوات الضبط الأحصائي في الفصل السابع، كافي بخصوص هذا الموضوع. واضح فات المرض ممتاز. يعني لأن في الفصل السابع إذا استراتيجية الجودة، لما نتحدث عن استراتيجية الضبط الأحصائي الجودة يعني فقط عبارة عن تعداد، يعني هي يعني تقريبا ثلاثة أفكار. يعني الفكرة الأولى أنه هناك الأساليب الأحصائية مثل المتوسطات والانحراف المعياري، هذه مثلا الأساليب الأحصائية نستطيع أننا نعرف عن طريقها مشاكل جودة ونعطي حلول. وفيه مجموعة من أدوات الضبط الأحصائي يتم تعدادها، لا بد أن ندخل في تفاصيلها، ولكن هي نفسها الفكرة أنها تمكن من معرفة مشاكل جودة وأعطاء حلول. ثم هناك فكرة ثالثة هي بخصوص العينات، يعني لما ننتج مثلا منتج معين نأخذ عينة ونرى هل هناك مثلا عيوب في المنتج أم لا. إذا كان هذه العينة اللي نسميها عشوائية ممثلة المجتمع، يعني يجب أن تكون عينة ممثلة لما تنتجه مثلا، إذا كان هذه عينة ليس فيها عيوب يعني منتجك سليم، يعني ما أنتجته ليس فيها عيوب. لكن لو اكتشفنا مثلا في العينة أنه في 10% أو 20% عيوب، فهذا يعني أن ما أنتجته فيه 10 أو 20% من العيوب، فيجب عليك أنك تعرف ما هي الأخطاء التي تسببت في هذه العيوب وتحاول أن تجد حلول لتحسن الجودة. بالطبع هناك فكرة يعني أنه يعني إذا كان أنت أخذت عينة أولى وعرفت المشكلة أنت الموضوع، لكن في بعض بعض المشاكل تاخذ عينة ما تجد المشكلة، لازم تاخذ عينة ثانية ثالثة. فكل ما صعب معرفة المشكلة تكثر عدد العينات وبالتالي تكلفة تكثر. يعني مثل في المجال الطبي، إنسان مثلا عنده يمرض مثلا، يأتي دوخة مثلا، يذهب إلى الطبيب عنده أعراض معينة، فكل ما أنت ربما عندك السكري أعمل تحليل السكري مثلا، يأخذوا عينة، إذا من العينة اكتشفوا أنه مرض السكري خلاص عرفنا الموضوع وانتهى والعلاج بسيط. لكن لو يأخذ عينة ويجد أنه السكري سليم ماذا يفعل؟ يعني أخذنا عينة وما عرفنا المرض، قلوا خلاص أعمل تحليل ثاني وثالث، فبالطبع راح يأخذ عينة ثانية وثالثة، فستكون بالطبع التكلفة أكثر، لأنه يعني لو ربما يطمنوا 3-4 تحاليل وتكون سليمة، فيطلب منه تحليل شامل عشان يعرف المرض. بالطبع تحليل شامل أغلى من 3 تحاليل، وهذا أغلى من تحليل واحد. فكل ما كانت هناك صعوبة في معرفة المشكلة في الجودة نحتاج إلى يعني عينات أكثر. فهي تقريبا في فصل إدارة استراتيجية الجودة، لما نتحدث عن استراتيجية فصل الإحصائي الجودة، في 3 أفكار كيفية. أنا بالنسبة لي كيفية بالنسبة لي أن الطالب يعرف مثلا أنه هناك الأساليب الإحصائية اللي درسوها في الإحصاء يعني تمكن معرفة مشاكل جودة وأعطاء حلول. بعض الأدوات يعني يكون قادر على تعديدها بدون دخول في تفاصيلها، هي نفسها يعني تعطي فكرة على مشاكل جودة والحلول. والفكرة الثالثة أنه نأخذ عينات، وعلى فكرة على موضوع العينات هذا
هو أهم مساهمة أبو الجود هذا دومينغ الذي قلت لكم أنه بعد حرب العالمية الثانية يعني ذهب إلى اليابان وطور الجودة هناك. هذا دومينغ قبل يذهب إلى اليابان هو مختص في الأحصاء، طلب من الأمريكان أنهم يعني لكي يحسنوا الجودة يطبقوا الأحصاء، قال لهم خذوا حينات عشوائية يعني من منتج، وإذا وجدتوا عيوب يعني حاولوا أنكم تخلصون الشركة من تلك العيوب وعن طريق التخلص من الأخطاء اللي أسببت في تلك العيوب وستربحون. ولكن في تلك الفترة يعني قبل الحرب العالمية الثانية كانت يعني الشركات يعني تبيع وما عندها معنى، لم تهتم من هذا الموضوع. ولكن دومينغ لما ذهب إلى اليابان وكان يعني اليابانيين يعانون من أثار الحرب العالمية الثانية، فاليابانيين يعني اقتنعوا بأفكار دومينغ وطبقوا هالأساليب الأحصائية في شركاتهم وتحسنت الجودة. يعني من هنا من هذه النقطة بدأ يظهر هذا علم الجودة، وتحسنت الجودة في اليابان بعد الحرب العالمية الثانية إلى درجة أنه المنتجات اليابانية أصبحت أحسن حتى المنتجات الأمريكية، ليس في اليابان فقط، يعني حتى في الولايات المتحدة نفسها الأمريكية. يعني حتى يحكى أنه في الفترة هذه ما بعد الحرب العالمية الثانية بعض الأمريكان اختاروا يعني وجدوا منتجات يابانية، وجدوا على مستوى العالم يعني يعني في الثلاثينات الأربعينات بعض الأيام أن الأمريكان اختاروا كيف أنه انتصروا على اليابان وأصبحت منتجات يابانية في أمريكا تبيع أحسن. يعني حتى يحكى والله أعلم أنه بعض الأمريكان في تلك الفترة ذهبوا وقاموا ببعض الأمريكان هشموا أحد محلات في أمريكا الذي يبيع منتجات يابانية، والأزمة أصبحت أكثر. يعني تعرفوا معنا في الثلاثينات 1929 هناك أزمة عالمية، أصبحت الشركات تنتج أكثر من الطلب، فأصبحت يعني مشكلة كبيرة يعني عند الولايات المتحدة الأمريكية، إلى درجة أنها يعني المسؤولين في تلك الفترة اتصلوا بدومينغ قالوا له أنت أمريكي مفترض يعني تنفع تخرج بلدك من الأزمة. فهو يعني عمل شروط للخروج من الأزمة، كتب في كتاب اسمه الخروج من الأزمة، أنا شفت هذا الكتاب مترجم إلى العربي في العربية اللي عايبكان يعني في عايبكان ترجموه لون أزرق، شفت من يعني يريد يطلع على هذا الموضوع يعني يعرف أصل الجودة موجود حتى باللغة العربية في الخروج من الأزمة اسمه. فكانت هذه بداية الجودة، يعني فمهم جدا أنك تفهم هذه الفكرة تعرف أصل الجودة يعني كعلم الجودة موجودة منذ سنرى القدم منذ الإنسان بداية سنرى، لكن كعلم أو الكتابات يعني علمية قوانين هي عن طريق دومينغ. فأنا مثلا هذه الفكرة هذا الكلام في المنتدى وضعته، ولكن مثلا غير موجود في المحاضرات المرئية، فإذا لم نسأل عليه في الاختبار. ولكن بالنسبة لكم أنا عندي قناعة من يستوعب هذه الفكرة يكون عنده يعني مدخل يدخل بسهولة إلى هذا المقرر. فإذا احنا إذا كان فهمنا هذا الكلام نستطيع أننا ندخل يعني الآن إلى يعني الآن يعني في مثلا كم 7 دقائق، نحاول أننا في 7 دقائق هذه يعني نفهم موضوع أساسي مفتاح في المقرر، هو يعني الفرق بين جودة وإدارة الجودة. هذا مهم جدا مهم جدا، يعني إذا فهمنا الفرق هذا يعني تقريبا المنهج كله يدور حول الفكرة هذه. يعني أي هناك بالضبط، يعني مثلا كلمة جودة، كلمة جودة إيش ما هي معنى كلمة جودة؟ يعني هناك مثلا من تقول الجودة يقول لك الجودة إدارة ثقافة نظام، لا لا لا، هناك شيء اسمه إدارة هذا عنده تعريفه، هناك نظام هذا تعريفه، ثقافة عنده تعريفه، لكن كلمة جودة لوحدها، كلمة جودة لوحدها هذه فيها تعريفات سنراها وسنتكلم عنها إلى آخره. لكن أنا أريد لو مثلا يعني نجحت في هذا المقرر وبعد سنوات يعني مثلا أمامك فرصة مثلا توظيف ونسيت كثير من التعريفات، ضع هذا التعريف لأعطيولك اليوم ما تنساه، بسيط جدا ولكنه مهم جدا جدا جدا. الجودة هي مستوى، الجودة كلمة جودة، الجودة ماذا هي؟ مستوى. هذه هي يعني احنا مثلا ناخذ طالب، طالب مثلا اخذت في اختبار 18 من 20، هل هي درجة جيدة ام لا؟
درجة جيدة أم لا؟ هذه 18 من 20 طالب أخذ جيدة، نعم طالب درجة جيدة، فدرجة جيدة تعكس ماذا؟ مستوى الطالب. هل هذه الدرجة تعطينا فكرة عن مستوى الطالب أم لا؟ يعني مستوى الطالب جيد صح ولا لا؟ نعم. فإذا الجودة هي مستوى. يعني لو أخذ يعني 10 من 20 سيكون مستواه متوسط، لو أخذ 10 من 20 مستوى متوسط، يعني جودة متوسطة، مستوى جودة متوسط. يعني لو أخذ درجة 5 من 20 هذا مستواه أقل من المتوسط، ضعيف. فإذا هناك مشكلة جودة. فإذا احنا بالنسبة لنا الدرس الأهم درس في مقررنا هو أن الجودة هي مستوى. الآن الدرس الثاني والمهم أننا في علم الجودة لابد أن نتعلم كيف نقيس ذلك المستوى، لابد يكون عندنا ميزان، والميزان هذا لابد أن يكون سليم. يعني الآن الطالب أخذ يعني 18 من 20 ما هو الميزان؟ الميزان هو الاختبار صح ولا؟ الميزان هو الاختبار، استعملنا اختبار عشان عرفنا جيد أم. فلابد أيضا لذلك مثلا في مجال الاعتماد الأكاديمي هناك تركيز كبير على معرفة الاختبار هذا هل هو جيد أم لا. الاختبار يعني الاختبار جيد فالميزان جيد، فبالتالي مستوى، لأنه إذا كان أنت تعطي اختبار سهل والجميع درجات مرتفعة بالطبع، يعني مثلا الاختبار لا يغطي المنهج بالطبع درجات مرتفعة، فهذا يعني تقول أنه فيه جودة، ولكن يعني الميزان فيه مشكلة. إيه يعني زي أنت هل تقبل أنك مثلا تذهب تشتري فاكهة مثلا السوق والميزان فيه خلل؟ يعني أنت تشتري كيلوغرام تدفع مثلا ما أدري 20 ريال، ها، وفي حين الميزان هو في خلل وأنت أخذت من 100 غرام وليس كيلوغرام، يعني دفعت كيلوغرام ولكن في حين ذهبت إلى البيت ب 800 غرام، هل ترضى بذلك؟ يعني هذه عملية غش صح ولا؟ عملية غش. فالمشكلة في الميزان، نعم. ولكن أيضا أتخيل أن أي واحد منكم لم يرضى أيضا أنك مثلا تأخذ كيلوغرام وتدفع 20 ريال، لكن في الواقع الميزان يعني غير سليم وأنت أخذت في الواقع كيلوغرام ونصف، بالرغم في الحالة الثانية أنت مستفيد، ولكنك أتخيل أنك لن ترضى أنك تدفع 20 ريال لكيلو، ولكن لما ترجع البيت أنت في الواقع أخذت كيلو نصف، يعني أخذت نصف كيلو بدون وجه حق صح ولا؟ فبالتالي هذا هو أردت أقول لكم أننا في الجودة يعني قياس المستوى هذا عنده أهمية زي مثل يعني معرفة ذلك المستوى. يعني أنا عرفت مستوى الطالب 18 على 20 أو 10 من 20 هذا أوكي هذا سريع، لكن لابد قبل ذلك أني أتأكد أن الميزان استعملته، يعني مثلا اختبار أو بالطبع احنا يعني المنتجات تختلف، هناك من نستعمل ميزان بالكيلوغرام وهناك ميزان بالمتر وباللتر، يعني تتعدد طرقنا للقياس. لذلك يعني الموضوع القياس موضوع أساسي، يعني نحن يعني في الجودة، الجودة هي مستوى يحتاج إلى قياس، يحتاج إلى قياس، فنحن في الجودة نقيس ونقيم وبعد ذلك نقول هل هناك جودة أو ليس هناك يعني جودة. فإذا واضحة كلمة جودة صح ولا؟ واضحة كلمة جودة؟ نعم. الآن في موضوع ثاني اسمه إدارة الجودة، إدارة الجودة، إدارة الجودة. نعم هو مستوى يحتاج إلى قياس. فنحن في موضوع قياس ما شاء الله عن أشياء كثيرة نراها في مستوى، ما معنى هذا المستوى أيضا؟ لكن عندنا موضوع حساس آخر وهو اسمه إدارة الجودة. إدارة، ما في مبادئ الإدارة درسنا إدارة صح؟ قلنا الإدارة ما هي؟ هي عملية متكونة من التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة، صحيح ولا؟ الإدارة هي التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة، صحيح ولا؟
فهل يمكن أننا يكون التخطيط سيء ويكون منتج جيد؟ هل يمكن ذلك؟ هل يمكن التخطيط سيء والمنتج جيد؟ لا. هل يمكن التنظيم سيء والمستوى جيد؟ لا. هل يمكن أنه التوجيه سيء والمستوى جيد؟ لا. هل يمكن أنه الرقابة سيء أو لا؟ فبالتالي إحنا سنتعلم إدارة الجودة، يعني سنتعلم كيف يكون التخطيط جيد لكي يكون المستوى جيد. لابد يكون التخطيط جيد لكي يكون هذا المستوى جيد. فعندنا فصل اسمه الإدارة الاستراتيجية الجودة. لابد أن يكون التنظيم جيد لكي يكون مستوى جيد. عندنا فصل اسمه التنظيم الجودة، سنتعلم كيف التنظيم الجودة. لابد أن تكون توجيه جيد، يعني موارد بشرية وعندنا قيادة في الجودة وعندنا كذا، سنرى كيف تكون جيدة. ثم الرقابة لابد أن تكون جيدة في هذه أساليب ضبط الإحصائي للرقابة، لابد أن تكون جيدة. فأنا بالنسبة لي أكون مرتاح جدا لو نخرج من هذه المحاضرة الأولى وكل طالب عارف أن الجودة هي مستوى، وأنه إدارة الجودة هي نقصد بها التخطيط الجيد، التنظيم الجيد، التوجيه الجيد، والرقابة الجيدة، التي هي تقريبا الفصول التي سندرسها في هذا المنهج. إذا هذه الأمور سليمة فإن شاء الله تخرجون من هذه المحاضرة وأنتم فرحين أنكم تعلمتوا شيء يعني مهم جدا جدا جدا. فالوقت انتهى، أتمنى أنكم استفدتم من محتوى هذه المحاضرة. بالطبع إن شاء الله نراكم غدا في الساعة 9:45. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. نسأل الله جل وما قرب إليه من قول أو عمل، ونعوذ بالله من النار وما قرب إليه من قول أو عمل. إن شاء الله تكتب أقوالنا وأعمالنا خالصة لوجه الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.